وصلنا منطقة الشلالات في قبالة. الحين راح أصور لكم الشلالات الجميلة. الله، منطقة جميلة ورائعة. عن جد حلوة، ولازم تزور هالمكان. المنطقة جميلة جدا، لازم ذيت وطبعا أذربيجان لازم تزورونها وتشوفونها، لأن بجد تين المنطقة الشلالات منطقة جنن، لازم تولها في قبالة. تونا واصلين حديقة الحيوان، العيون مريومة. هاي فاين ثانك يو. ودخلنا الحديقة، راح اوريكم الحين كل التفاصيل. خلصنا من الشلالات، الحين حديقة الحيوان. كيوت المكان. وهذا الجحا وحمار، ذكروني اقول لكم القصة الشهيرة اللي دايما بابا يقول لي اياها عن قصة جحا وحمارة مع ولدهم. اليوم بالليل راح اقول لكم القصة، اوكي؟ راح اقولها حق مريومة وسمعوها انتو كلكم. راح اخذكم الحين اكمل معاكم الجولة. المكان حد يشوق ويونس مثل ما انتم شايفين، وكله على ستايل اكواخ المطعم. الحين احنا بنروح نقعد بهالكوخ، وبنبقى كوخ اخر هذا ولا هذا، خلينا نروح لبعيد. راح نقعد ونطلب لنا الغداء في داخل الكوخ هني. طبعا هذا سجاد اذربيجاني، يسوونه كله هاند ميد. شلون السجاد الإيراني، عندهم سجاد أذربيجاني. والجلسة حلوة ومميزة بالهواء الطلق، جوهم ينن. أنصحكم بجد بهالوقت، لأن بعدين بالشتاء راح يكون ثلوج، كلها ثلوج هناك. هذه ترى مو تبعي، ما أدري منو، بس يحليلها يا يهم طالع المكان لنا. وعليكم السلام. بس نادي القادسية نبي نصور معك، عادي ولا لا؟ نادي القادسية الكويتي؟ والنعم، ولا انتم للاطفال؟ لا، شباب وناشئين. الشباب وناشئين، اجلس معاكم يا هال. يا حلوكم، يا هني ايش عندكم؟ نصور معك. ايش دراكم ان انا هني؟ والله درينا. وعليكم السلام. يا هلا مرحبا. لا، ما من ازعاج. ادري الحاشم من عندنا. كاهي مريومة، شوفوا شلون لمتني. ماما لا تصورين، ماما لا تصورين. احنا قاعد ناكل، صادت لنا فوق مريومة، وقفت شافت القطوة، وانا وياها بعد بيناتنا نخاف، اثنيناتنا نخاف من القطوة وهي واقفة شمت ريحة الاكل، ناطرين الريال يكشها. لا تخافين ماما، لا تخافين مريومة. انت ليش تخافين انسانة مثل امك؟ وصل السمك الحين، مو بس قطوة بتي، بيون قطاوة مساعة على اللحم، يو قطاوة قطوة واحدة، الحين على السمك بيون قطاوة. قاعد يوخر القطاوة. وين القطوة راحت؟ شور؟ خلاص ماما راحت كده. قلت لي الحين اخاف، انا مو قاعدة. ليش قاعدة ماما؟ خلاص راحت قاعدة يلا. واو، شوفوا الطاووس ما شاء الله، حيواني المفضل الطاووس، لاني احب
شموخة وكبرياء وغرورة وجمالة وتباهيه بجمالة. وصلنا هني منطقة النهر. واو مريم اشوف السيارات الصغيرة حق كاميليا. يا ريت كاميليا معانا. ايه ازيتين تقدر تروح بالسيارة وناسة صح؟ كيوت يا ماما. يا ريت كاميليا معانا. اسم الله عليها. شوفي هذا حق كاميليا بالكويت ما اقدر نجيبها. حمني ايه ولد اخوي الله يحفظه. كاميليا الحين مع حمني وجلول عيال اخوي ومع يدتها وبابا للاسف جوازها ما خلص ويخلص شهر 9 ومريومة تبدأ مدرستها شهر 9 عشان كذي ما قدرنا. بس راح اخذ كاميليا السفرة الجاية مريومة صح؟ السفرة الجاية ان شاء الله ناخذ كاميليا. ديتها كمولة والهان عليها بنتي. طبعا هني منطقة كلها اسواق تقليدية لبضاعة اذربيجان. يا والله باهل السعودية شلون صدتوني شلون؟ الصوت الجميل من بعيد. الصوت الجميل من بعيد ولا من مريومة شفتوها بالسناب؟ للحين حياتي بتصورين هاي بديتكم مع ان مريومة ترى ما نعد تصوير تدرون ولا لا؟ لا ما صورناها هي ما رضت راحت تعال. شنو هي قالت لكم لا؟ شنو قالت لكم؟ لا 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 قالت لكم لا لا لا. بديت انت من وين؟ الكويت. من الكويت؟ يلا يا عمرو تعالي صوري. يلا مريم عادي ماما؟ تقول عادي. اهم شيء انك قاعد يصورون مستمرين بالتصوير. واللي من خشة هناك وقاعد تصور واللي هني. شنو؟ شنو؟ هلا فيك. الله يسلمك. تسلم. انت من وين؟ والنعم والله صار لك ساعة قاعد تصور بدون ما تستأذن. المنطقة هني وايد حلوة. تينن النهر جميل في قبالة بأذربيجان. طبعا هناك جهة الزحمة أنا نحشت من العالم جيت هني عشان أقدر أغطي لكم وأصور لكم وتشوفون الهدوء والروقان بعيد عن الزحمة اللي هناك. شفتوا المنطقة شلون هادية ورايقة وحلوة. والنعم والله باهل السعوديه. سم امر. الله ما يمر على سعدو. تفضل. ودي بس اصور معك. حياك الله. تفضل تفضل. السالم مبارك. حيا الله اهل السعوديه. هل اصور مع القمر؟ انت القمر. انا تدرون من حاشه من هناك هني عشان انا اتصور وقاعده. هلا فيك. هلا يلا بس خل اقوم من مكاني واتصور. ابشر. يلا. من عيوني بس من عيوني. لحظة بقوم. لحظة. حياكم الله. الله يسلمك. سعد مبارك على راسي اهل السعودية والله. على حبيبتي. وعليكم السلام. انتي من وين؟ انتي من وين؟ حبيبتي. الشرف لي. دار الزين على راسي اهل البحرين. حبيبتي حياكم الله. حبيبتي يلا تعال تفضل تصورون. حياكم الله. حياكم يلا بس سريع عشان عندي تغطية ثانية لأماكن حلوة بأذربيجان. يلا هلا هلا بأهل البحر. حياكم يلا بس. أذربيجان طبعا معروفة بالعسل الطبيعي لدرجة أن مريومة طول الوقت تكش النحل. احنا بالكويت نكش ذبان هني نكش نحل. نخاف من لدغة النحل لأن ما شاء الله كمية العسل عندهم كمية مهولة فهو مشهورين جدا بهالشيء بالعسل الطبيعي. صح مريومة؟ صح ولا مو صح؟ صح. فديتها مريومة وطاحت القفشة مالتك. مو ما يبلش قفشة ثانية. امشي لو تسمحين بصورش عاد ما صورت. تمرين تمرين.